الخير لكل مشاهدينا. و يعني الاول اسلم على سهير. ازيك يا سهير؟ صباحك فل ان شاء الله. يوم طيب يا رب برغم كل الحزن اللي حصل من امبارح للنهارده. يعني احنا بنعزي كل اهالي الطلاب في حادثه اتوبيس حادثة جلالة وطريق جلالة. اللهم أجرهم في مصيبتهم وإنزل سكينة في قلوبهم وربنا يصبرهم. 13 متوفي لحد دلوقتي والكثير من المصابين في هذه الحادثة المشؤومة. يعني معظمهم من طلبة كلية الطب، معظمهم بنات زي ما الأخبار بتتداول. حادثة قاسية جدا حصلت في يعني في الساعات الأخيرة من الليل، سرعة زائدة من السائق اللي للحظ ويعني ربنا أنقذه وهو من الناس اللي عايشين، ولكن الباقي من الطلاب اللي كانوا موجودين ما بين متوفي وما بين مصاب. مؤكد ليلة حزينة مرت على أسر طلبة أتوبيس الجلالة لأنها فاجعة على البال وعلى الخاطر. ربنا يكفينا جميعا شر الفجعة وشر الفجعة يا رب. فراق مفاجئ وصعب وقاسي لفلزة الأكباد يعني، والمصابين بنتمنى لهم الشفاء السريع، ويا رب يرابط على قلوبكم وينزل السكينة على قلوبكم ويمنحكم الصبر من عنده يا رب دايما. الطلبة كلهم في طب يعني فرحة أهاليهم وشقاها صعب، يعني من كل النواحي صعب ان هم يستقبلوا خبر الوفاة. والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أصدر بيان بيعرب فيه عن الحزن العميق وأعلن تقديم كافة أشكال الدعم النفسي والاجتماعي للناجين وأسر الضحايا، وأكد على أن الحكومة هتتخذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الطلاب في المستقبل. بنتمنى ذلك يا رب إن شاء الله. وزارة التضامن كمان يا مفيدة عملت بيان طبعا، وتم القبض على سائق زي ما انا قلت سائق الاتوبيس وبيتم المحاسبه معاه. وطبعا العامل الرئيسي وراء الحادثه دي هي السرعه الزائده. الحقيقي الطلاب اللي نجوا من الحادثه وهم بيحكوا عن اللحظات، كانت لحظات مرعبه في حياتهم. منهم الطلاب، منهم طالب قال لك انا مره واحده حسيت ان انا بطير في السماء من كتر ما الاتوبيس كان بيتقلب 3 مرات. وفي طالب تاني بيقول انا نزلت تحت الكرسي وللاسف كنت الحاجه وقعت عليا ما كنتش عارف اتنفس لولا ان تم انقاذي من قبل احد الناس. يعني حكايات مرعبه. ويعني بصوا يعني دي قضاء من ربنا طبعا، ومش هنقدر مهما قلنا مش هنقدر نطفي نار الحسرة والشوق والقهرة لأهالي المتوفين أو المصابين. يا رب يطلعوا كلهم بالسلامة. ولكن هي حادثة قاسية جدا جدا جدا. ألف رحمة ونور للأرواح الطيبة، والرجاء قراءة الفتحة للي رحلوا للسماء والدعوات لكل المصابين إن شاء الله يرجعوا سالمين بإذن الله. من الأخبار اللي يمكن إحنا اتكلمنا فيها قبل كده موضوع التيك توك. والتيك توك هو زي ما نقول إيه، القنبلة الموقوتة اللي موجودة ومحطوطة في مجتمعنا إن يومين دول، وبتؤدي إلى مصايب غير طبيعية وتقليد أعمى لكتير من الحاجات، إن كانت منتجات شعر، منتجات مكياج، منتجات أدوية، سبلمنتس، طرق عمليات، طريقة تقليد الأجانب والغرق. يعني هذا الابليكيشن
هو عبارة عن أبليكيشن من المصايب اللي لازم لها حل. وزي ما احنا قلنا احنا طالبنا من البرنامج ده ان احنا نلغي تطبيق أبليكيشن التيك توك من مصر. كمان الولايات المتحدة 14 ولاية في أمريكا قرروا ان هم يقاضوا او يرفعوا قواضي على أبليكيشن تيك توك، وكان السبب ان هو بيعرض أطفالهم لخطورة جاسمة. كوارث التيك توك لا تنتهي، مش زي ما فيدا بتقول مش في مصر بس، في العالم كله. ليه؟ لأن هو أكتر المنصات خطورة، بيقدم رعب حقيقي، لأنه تطبيق ما فيهوش قواعد ولا أي قواعد سلامة بتحكمه. أي حد عايز يقدم أي حاجة بيقدمها، وأي حد عايز يقول أي حاجة بيطلع يقولها، عكس الحاجات التانية الفيسبوك وإكس ليهم قواعد. أي حاجة بنحطها ممكن هم يعملوا لنا مشاكل كبيرة جدا ويحذفوا المحتوى والصفحة كلها. لكن حتى المشكلة كمان في إيه هنا؟ شرط السن، وده يمكن اللي خلى الولايات المتحدة تتحرك. هم حاطين إن الشرط لا يسمح بأقل من 13 سنة. هنا وأكيد في أي حتة في العالم الأطفال أذكياء، فبيدخل يكتب يا إنه 13 14 18 ويفتح الأكاونت ويقدم محتوى عادي جدا، ومفيش أي قيود بتحكمه. وده طبعا من أسباب إن هو منتشر جدا بين الأطفال والمراهقين، عكس الحاجات التانية. الحاجات التانية محتاجة شروط صعبة جدا جدا جدا. وبالتالي زي ما فيدا قالت 13 ولاية أمريكية عملوا دعاوي قضائية بيقولوا إن القصة دي عملت إدمان. يعني إن هو هم بيقولوا إن إدمان كبيرة جدا، هو عبارة عن إدمان العصر ده. الإدمان مش مخدرات بس، والإدمان في حاجات تانية كتير. قال لك إن هو بيمثل كأنه عقار مخدر خطير جدا لازم يمنع من الدول كتير. يعني اكتر حاجه يعني انا الحمد لله راضيين فيها على نفسنا ان احنا ما كناش نعرف هذا الخبر، وكنا بنتكلم من قلبنا فكره الابلكيشن التيك توك خطر على ولادنا وعلى بناتنا وعلى اطفالنا. انا عايزه اقول لكم على حاجه، حادثه غير طبيعيه حصلت لزوج ضرب مراته وسحلها. هقول لكم فين المنطقه، المنطقه اللي هو في ارض اللواء. أرض اللواء. في هذا الرجل سحل مراته وقصلها شعرها بسكينه قدام الشارع. لما الناس سالوا يا عم انت بتعمل كده في مراتك ليه، ايه اللي حصل؟ قال لك اصلها طول النهار قاعده على التيك توك عماله تعمل فيديوهات، وانا قلت لها وحذرتها 100 مره ان هي تسيب وهي رفضت. اذا يعني دي مصيبة، ما بالك بقى لو كان موتها عشان خاطر فيديوهات على التيك توك، كانت مصيبة أكبر. لكن التيك توك بجد ممكن يودينا في ده. زي ما شفنا إن هو ممكن يعمل إيه، يعني هو أكيد إحنا ضد العنف تماما، بس هو وصل إن الراجل ده يفقد أعصابه. صحيح الأجهزة الأمنية قبضت عليه وبيتحقق معاه، خصوصا إن الفيديو اللي اتصور في الشارع ده وهو بيعمل ده. لكن الغريب كان رد الزوجة، قالت أنا عمري ما طلعت بوشي. طب أنت بتبرري لنفسك إيه؟ يعني أنتم متخيلين إحنا واصلين لفين؟ يعني الـ 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 المنصة دي قاعدة بتخرب بيوت وعقول، ودول تانية زي أمريكا بتاخد رد فعل إيجابي عشان يحموا ولادهم من الأخطار النفسية الكبيرة والكوارث اللي ممكن تحصل لهم. نتمنى إنه كمان يكون في رد فعل زي ده، ان في ناس تقدم بلاغات عشان كده. والاهالي الاهم بقى خلوا بالكم من ولادكم وتعاملوا بحزم جدا مع دخولهم على التيك توك، لانه لا مناسب ولا مقبول. ما تاخدوش الموضوع ببساطه ولا 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 في تهريج ولا فنفنه. بنوتي جميله بتعمل بترقص على التيك توك، يا تطلع تقول حاجه مفيده على التيك توك، يا تطلع تقدم بصوا التيك توك بيقدم محتويات حلوه، يا محتوى محترم مدروس معروف هي بتتكلم في ايه بشكل لائق محترم. لكن النهارده لو جيتوا قيمتوا دماغ الست الزوجه اللي اتسحلت في الشارع وتقص شعرها بسكينه، اتقص شعرها مش بمقص بسكينه، لما بتقول له انا ما عملتش حاجه، انا حتى ما كنتش بطلع بوشي. طب تعالي نقيم الجمله دي. طب حبيبتي انت ما بتطلعيش بوشك،
انت عايزه ايه من التيك توك؟ يعني انت ما بتطلعيش بوشك فبتعملي ايه؟ ها؟ ها؟ يعني ايه الاستفاده؟ دي ده شعرك. صوره الزوجه ده شعرها، عدم ظهورها يعني وشها حاجة محزنة بصراحة. مرة تانية وما تقولوش بس ان في حاجات بسيطة، الحاجات البسيطة بتودي بينا لحاجات كبيرة. أرجوكوا لمن يهم الأمر، أرجوكوا ناقشوا فكرة أو كيفية منع التيك توك، أو يمكن عشان ما بقاش متخلفة ولو العيال الصغير يقولوا لي انت بتمنعي حاجه، ايه ده انت متخلفه. احنا ضد المنع لكن لازم يبقى في قواعد بتحكمه، تقنين وقواعد زي بقيه المنصات التانية وزي بره. وزي بره يا جماعه الصين لا بس ما فيهاش خلينا بس لا خلينا نقول ان ده بره زي هنا ما فيهوش قواعد. ايوه ما هو امريكا بتشتكي. لازم نوصل، ما عشان كده هم رافعين دعاوى القضائيه، لازم نوصل لصيغه تخلينا احنا نعرف نوصل بقى للمنصه دي نقول لها ان الحاجات في مصر في العالم العربي، العالم العربي كلهم يتكافئوا. اكيد في طريقه لاجبار المنصه دي زي على الاقل في العالم العربي يبقى لها تقنين ويبقى لها قواعد. ايوه او نبقى زي دوله زي الصين فكرت اوت اوف ذا بوكس، رغم ان هي اللي عامله تيك توك باي ذا واي، لكن هي فكرت اوت اوف ذا بوكس، قفلت فيسبوك وانستجرام وعملت التيك توك. التيك توك هناك متراقب كويس جدا، عشان كده مش هتلاقي نوعيه الفيديوهات دي من الصين بتحصل. كل الناس اللي بتطلع يا تطلع بتقدم اكل، يا بيقدموا بيرقصوا، يا فاشن، لكن مش بهذا الكم من الانحلال اللي احنا بنشوفه بطريقه كانك فتحت حله مليانه مبيدات حشريه. المهم ده اللي احنا قلناه، لكن في خبر مهم جدا النهارده وهو منتخبنا الوطني ومنتخب موريتانيا النهارده بتوقيت السابعه ان شاء الله بتوقيت القاهره هيتم اللقاء ما بين منتخب مصر ومنتخب موريتانيا. وعايز اقول لكم ان منتخب مصر من المنتخبات المتميزه جدا في المجموعه بتاعتها، هي متصدره بتسع نقط وكل اللي احنا محتاجينه فاضل لنا ثلاث ماتشات تقريبا، فاحنا نقطه واحده في اي من هؤلاء الماتشات ونتاهل وبعد كده نتاهل. فحظ سعيد ان شاء الله لمنتخبنا. ان شاء الله الفوز او التعادل والسابعه بتوقيت القاهره، رغم كل ان احنا محتاجين نقطه واحده لكن احنا محتاجين كوره حلوه، ورغم ان احنا كابتن حسام هيريح محمد صلاح وهيريح عمر مرموش، لكن احنا برضو محتاجين ماتش حلو، وبمن حضر ان شاء الله يبقى ماتش حلو لمصر وان شاء الله نكسب، لان مفيش غير المكسب هو اللي يليق بمصر بإذن الله. الخبر اللي معانا سبحان الله حاجة يعني أنا ما كنتش يعني لو كانت اتحكيت لي أنا مش ما شفتهاش ما كنتش هصدق. أنتوا عارفين شخصية سبايدر مان أندرو جارفيلد؟ أندرو جارفيلد عمل سبايدر مان 1 و 2 و 3 وكان مترشح إن هو يعمل شخصية فانوم اللي هو سبايدر مان بالبدلة السوداء. وكان عنده بوتنشال غير طبيعي في السينما وناس كتير مترشحه والجمهور كله كان مبسوط. هو شاب فعلا عنده اهو، هو ده أندرو جارفيلد، عنده كاريزما وناجح جدا. المهم مترشح لافلام كتير وهيعملوا بارت 1 بارت 3 4 5 لمجموعه مارفلز، وقعد في حوار تلفزيوني مع ضيف من الضيوف فبيساله ايه اهم، ايه اللي انت شايفه دلوقتي يعتبر اهم حاجه عندك في حياتك؟ ف اندرو كده قعد يجي وياخد في كلام يقولك اهم حاجه اهم حاجه اكيد مش اللي احنا بنعمله، وبيضحك. ومره واحده قال كلمه محدش كان متوقعها، قالك انا حاليا اهم حاجه عندي هو ان انا اوجد طرق وسبل لانقاذ فلسطين والفلسطينيين. أنا عايزة أقول لكم إن القاعة قامت سقفت لأندرو جارفيلد، وما كانش حد مصدق أبداً إن نجم من النجوم الكبيرة لمارفل ممكن يقول الكلمة زي كده. بس للأسف أندرو جارفيلد خرج من الاستوديو، كل العقود بتاعته بسبايدر مان بالبارتس بتاعته بفانم بكله اتلغت وقعدوا في بيتهم. الموقف اللي عمله بغض النظر عن هم عملوا إيه بناء على ده بيقول ان الانسانيه في زمن الحرب ما زالت
ممكنة، وإن غزة في قلوب العالم كله اللي فيه إنسانية، مش بس في قلوب العرب اللي عندهم إنسانية. والحرب على غزة عرفتنا إن الإنسانية عمرها ما كان لها علاقة بالأديان، وشفنا قد إيه يهود من دول مختلفة متعاطفين مع غزة ورافضين انتهاكات إسرائيل غير الأدمية وغير الإنسانية، ولسه في نجوم بتدعم غزة مهما كلفهم الأمر ومهما خسروا. نصر الفكرة عندهم أهم من أي حاجة، عشان كده إحنا بنتكلم على الحدث اللي حصل ده والموقف التعسفي اللي اتخذ لمجرد إن حد أعلن دعمه للقضية الفلسطينية والغزة. الفكرة إن هو الموقف الجريء ده يكون مقابله عقاب بشع. قعدوه في بيتهم، قعدوه في بيتهم. نجم من اكبر نجوم مارفلز لاكبر سلسله افلام موجوده، سبايدر مان اللي هو محدش 1 و 2 و 3 وفانم، يا جماعه احنا بنتكلم في نجم تقيل، يقعد في بيته لمجرد انه قال، انت عارفه في اول، لمجرد انه قال انا بدعم اي شيء. هو مش اول مره يقول، في اول الحرب السنه اللي فاتت هو شارك في مع مجموعه من مشاهير امريكا في رساله مفتوحه للرئيس الامريكي بايدن، وطلبوا منه وقف اطلاق النار ووقف اطلاق النار في فلسطين، ودي كانت رساله مفتوحه، وانهاء الخسائر الفادحه في الارواح بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وكتبوا نحن نؤمن بان كل حياه مقدسه بغض النظر عن العقيده او العرق، وندين قتل المدنيين الفلسطينيين. يعني هو كان واحد من اللي وقعوا على كده. لو دل على شيء الموقف ده، دل على ان اللوبي اليهودي اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه، وبالذات اللي ماسك صناعه الانترتينمنت يعني الافلام والموسيقى والحفلات، هو لوبي يهودي متمكن جدا ومتوغل جدا وله قرارات قويه جدا. امريكا بلد الحريات زي ما بيقولوا، دلوقتي مفيش نجم يقدر يطلع يتكلم عن اي شيء بره سياسه اسرائيل الا واذا هيقعد في العقاب. لا، ويا ريت عقاب مثلا انه ما يجيبوش في فيلم، لا ده يقعد في بيته، يقعد في بيته يعني اعدام. كل الناس اللي عندهم قوة على السوشيال ميديا من العرب، سواء اللي موجودين في العالم كله أو موجودين في العالم العربي، يعملوا دعم لي ضد التعسف والقسوة اللي عملها اللوبي اليهودي. يعني لازم إحنا يكون لينا موقف داعم للناس اللي بتدعمنا. دي حقيقة. طيب، من الأخبار البرضو مختلفة وبنقول الله، هو في نوعية الرجالة دي، ده الخبر الأخير بتاعنا، وهو مطرب عالمي عنده حفلة كبيرة جدا على المسرح، ومرة واحدة جم قالوا له أن زوجته موجودة في العربية اللي هو قاعد فيها وجالها الطلقة أو حاليا هي بتولد. هو كان مجهز عربيته أن هي تبقى موجودة أو تبقى مؤهلة ان هي تتقلب الى غرفة عمليات، علشان خاطر لو مراته موجودة وحصل لها اي موقف تقدر انها تولد بسلام في عربيته. دي اول جزئية انا ما كنتش متوقعة فيها. تاني جزئية بقى، تاني جزئية ان هو هي ما كانتش متوقعة زي كده، ان هو يعمل كده، يسيب الحفلة ويمشي ويسيب الحفلة عشان قالوا له ان مراتك بتولد. اول ما جات لها الام الولادة وشافته، القصة اختلفت معاها تماما تماما، حست بأحاسيس تانية. وصف نظرة مراته لما شافته، واللي ما كانتش متخيلة طبعا ان هو يعمل كده، انها حست بأمان وارتياح، وده خلى التوتر والقلق اللي كانت فيه يخف شوية. وقال ان اجمل لحظات مرت عليه لما شاف ابنه في حضنه وحضن مامته لما اطمن عليهم، ولما اطمن عليهم رجع كمل حفلته من تاني. فكرة الخبر اللي حدث بالفعل، مش خيال علمي. ان حاجتين مهمين جدا، هذا الرجل يأسس عربية اللي هو بينام فيها واللي هو بيلف بيها في التور بتاعته تبقى مجهزة كمان مش ليه، لزوجته لو حصلت هي كانت موجودة معاه عشان يقلبها غرفة عمليات. نمرة اتنين، انه يسيب هذه الحفلة والجمهور والعشق والنجاح ويمسك ايدين
مراته وهي بتولد شيء رائع. ممكن اقول ان يعني لا، ممكن اقول لا، لسه في حد لسه في رجاله ودعم وثقه وامان. لسه العالم بخير، لسه الانسانيه بخير. احنا الثلاث مكملين معاكم في حلقه الام المفاصل واسبابها وايه الادويه الجديده وايه معنى ان انا جسمي بيوجعني وازاي نتفاداها وازاي طبعا احنا بقى الحلقه دي المره دي كيف نتفاداها، نقلل الاحساس ده او نخفيه او ازاي نتعامل معاه. بالظبط كده. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نلتقي مع الكونسلت بتاعنا. التالي الام المفاصل وامراض الجهاز الهضميه. رجعت الشتوية، يعشق الكثيرون الشتاء وأجواءه، لكن لا أحد يريد أن تصيبه أمراض الشتاء، تلك الأمراض المرتبطة بهذا الموسم نظراً لطقسه البارد. فمع انخفاض درجات الحرارة هناك مجموعة من المشكلات الصحية المحتملة خصوصاً بالنسبة لكبار السن. فأشهر أمراض الشتاء مرتبطة بالجهازين التنفسي والهضمي، إذ تظهر الدراسات وجود علاقة وثيقة بين أمراض الجهاز الهضمي وألام المفاصل، إذ يمكن لبعض الأمراض مثل التهاب الأمعاء أن تسبب الالتهابات وتؤثر على المفاصل، كما تساهم اضطرابات الجهاز الهضمي في زيادة احتمالية الإصابة بألام المفاصل وأيضاً التهاباتها. ونحن على مشارف الشتاء، فكيف نتعامل مع الأعراض الأولى لألام العظام والمفاصل وكيف نقي أنفسنا؟ من الحلقه اللي فاتت والاسبوع اللي فات واحنا مكملين معاكم في موضوع المفاصل والام المفاصل، وحقيقي اسئلتكم هنحاول ان احنا ناخدها على الفيسبوك على صفحتنا على الفيسبوك، لان الموضوع مهم ولان في اسئله كتير احنا ما جاوبناش عليها وفي استفسارات كتير عايزين نتعلمها ونعرفها. اهم حاجه في الحلقه دي ان احنا نتعلم، طيب احنا لو بنعاني من اي نوع من الالم في جسمنا، مفاصل، عضلات، التهاب، نقدر نتعامل معاه ازاي؟ ايه الطرق الصحيحه والاتجاهات الصحيحه المفروض ناخدها علشان نحاول ان احنا نبقى احسن ونخفف الالم اللي موجود ونبطل نبلبع ادويه على الفاضي وعلى المليان، لان دي بقت شغلتنا، الصيدلي بقى هو دكتور حياتنا. فخلونا نلتقي بالكونسلت الموجود معانا وكان مكمل معانا من الاسبوع اللي فات استاذ دكتور اسامه ظريف استشاري جراحه العظام والمفاصل. اهلا وسهلا بحضرتك. واستجد علينا الدكتور حسام غنيم استاذ امراض ومناظير الجهاز الهضمي والكبد جامعه نيو جيزه. اهلا وسهلا بحضرتك. وكانت موجوده معانا الاسبوع اللي فات دكتوره ساندرا محمد استاذ بقسم امراض المخ والاعصاب كليه الطب بجامعه القاهره. اهلا وسهلا بك يا استاذ ساندرا دكتوره ساندرا. ومستجده معانا حبيبتنا الدكتوره دينا الشرقاوي استاذه جلديه وتناسليه طب القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين ولضيوفنا الكونسولتو الرائع اللي دايما بينورونا يوم الثلاث بعلمهم ومعلوماتهم ووقتهم دكتور أسامة. احنا دلوقتي داخلين على الشتاء، او احنا الوقت ده اللي هو الوقت الصعب، تغيير الظروف، تغيير الفصول، وفي ناس طول الوقت زي حالاتنا كده قاعدين في تجميد مش في تكشيف، فالنتيجة ان احنا ما نعرفش احنا عندنا ده ألم عظم ولا ألم مفاصل ولا التهاب مفاصل، يعني مش عارفين هو إيه. بس هل في طريقة إن إحنا نقدر نخفف بيها الألم اللي موجود أي مكان مصدره إيه، ولا ده قدر؟ هو حضرتك طبعا طبقا للوظيفة حضرتك بتشتغلي في فيلد في إضاءة جامدة وفي تكييف عالي، فدي بتبقى طبعا مش هينفع اقول لحضرتك غيرت وظيفه. لكن احنا فئه قليله، خلينا نتكلم بشكل عام. ما هي المكاتب كلها تكييف ومش صحيح مش بالدرجه اللي احنا فيها، بس يعني ده موجود. التعرض لدرجه الحراره العاليه، البروده العاليه انا اسف، بيعمل مشاكل في العضلات دايما، وبيخلي العضلات تنس قوي. على اخر اليوم حضرتك معروف ان في الغده الدرقيه، الغده لا السوبر رينال او الكظريه بتطلع
الكورتيزون ده ستريس هرمون، لما الواحد بيفضل في ستريس على طول على طول على طول ده من ضمن مشاكل الألم. فده بيجي على آخر النهار بيبقى الواحد خلاص النوم جفاني خلاص مش قادر يعمل الكلام. حضرتك لازم اللايف ستايل يتغير. انا هخرج من الشغل مش هروح اعمل اقعد اعمل، لازم حضرتك يبقى في حركه في تغيير لايف ستايل يتغير. يعني نمشي نص ساعه، الاكل يبقى ما فيهوش موالح حوادق الحاجات دي لان ده بيزود الكلام ده. على فكرة السكريات من ضمن الحاجات اللي بتزود الإحساس بالألم. علشان كده من ضمن الحاجات اللي هو مريض السكر دايما بيحس بألم على طول نتيجة التهاب الأعصاب. السكر بيزود الإحساس بالألم، فإحنا محتاجين إن إحنا نغير اللايف ستايل بتاعنا خالص. حضرتك التكييفات دلوقتي الجو يمكن هيبقى أقل شوية في إن إحنا نستعمله، لكن على قد ما نقدر تغيير درجات الحرارة يبقى معقولة. يعني يعني ما يبقاش عالي قوي، وفي نفس الوقت لازم حضرتك الحركة والتغيير زي ما قلت حضرتك اللايف ستايل في المشي وفي في المود. الاسترس بيزود الكورتيزون والكورتيزون بيعمل الستريس ده المستحيلات السبعه. دكتور حسام، من اكتر الناس اللي بتعاني الام في المفاصل وفي العظم هو مريض الكلى، ويعني ومش بس الكلى، الكبد ممكن، واي وجع في الجهاز الهضمي بيبقى ليه مردود بان جسمي بيوجعني. صحيح. العلاقه دي جايه منين؟ هل التهابات؟ صحيح، ده في علاقه وطيده. يعني الجهاز الهضمي بيشترك في بعض الامراض ما بينه وما بين الجهاز الحركي، العضلات بالذات، مش يعني اكتر من العظم والمفاصل. عندنا نوع من امراض الجهاز الهضمي اسمه اي بي دي اللي هو انفلاماتوري باول ديزيز، اللي هو التهاب مناعي في الجهاز الهضمي. هذا الالتهاب المناعي عباره عن مرضين، مرض تقرح قولوني اسمه ألسرتيف، ومرض تاني اسمه كرونز، وهو دلوقتي بيكتسب شهرة غريبة الشكل الحقيقة. الاثنين دول على بعض اسمهم مرض اي بي دي، وهذا المرض بيصيب كمان المفاصل وبيصيب العضلات وبالذات اللو باك، يعني الناس تشتكي من تعب ووجع شديد في أسفل في الظهر، ويكون مصدره الجهاز الهضمي. بالظبط، ساعات بيبقى معاه أعراض دالة، يعني يجي المريض يشتكي من ألم أسفل الظهر وما بيعرفش يتحرك، وبعدين بالصف يقول وعندي إسهال. او ممكن مريض ما يشتكيش اصلا ويطلع عنده مشكله في الجهاز الهضمي. عايز اقول لحضرتك ان الدراسات اثبتت انه 40% من الناس اللي بيتشخصوا بالتهاب في العضلات في اسفل الظهر والمفصل بتاع الحوض 40% منهم عندهم هذا المرض المناعي في الجهاز الهضمي حتى لو ما بيشتكوش منه. يعني لو دكتور المناعه خد باله وقال له لا انت عندك هذا المرض، وعلى فكره مش اي التهاب عشان برضو يعني ما نكبرش الامور بالنسبه يعني انا دلوقتي نوع معين من التهاب اللي هو اسمه سيرو نيجاتيف ديزيز. انا دلوقتي لو عندي الم في ظهري فانا اروح الاول للبطنه علشان استبعد حاجه في الجهاز الهضمي. العكس صحيح، انا رايي يروح الاول للعظام او يروح الاول للروماتيزم، وهو هيشخصه لو كان شاكك في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف ديزيز. ده احد الامراض اللي ممكن تعمل مشاكل في الظهر، احد الامراض مش كله. فلو عنده هذا النوع من الـ من الـ من الالتهاب في الظهر والمفاصل بتبقى اعراضه ايه بقى؟ مريض الدكتور المناعه لازم يقول له روح لجهاز هضمي. ايوه، بتبقى اعراضه ايه عشان اجي الاعراض بتاعتنا من ناحيه الجهاز الهضمي؟ الاسهال المستمر، ممكن دم مع البراز، والالم بتاع البطن. دول اللي ممكن في الاخر يطلع هذا المريض مش قولون عصبي ولا حاجه، ده يعني مش لازم يبقوا الثلاثه مع بعض، ممكن يبقى واحد من الاعراض دي. ممكن يبقى واحد من الاعراض دي، والحقيقه الاعراض كمان بتاخد صوره بروجريسيف، بتقعد تتزايد. فهنا لازم اشك انا كجهاز هضمي اساله عندك مشاكل في ظهرك؟ لو قال لان 40% من الناس دول هيبقى عندهم مشاكل في ظهرهم، يبقى احوله لدكتور مناعي عشان يقول لي ايه نوع المشكله، هل مرتبطه بالكرونز مثلا او المرض بتاع الجهاز الهضمي ولا لا. لان لو مرتبطه العلاج واحد، هو علاج واحد هيخفف هنا وهنا، خصوصا العلاجات الجديده اللي طالعه، العلاجات البيولوجيه. العلاج البيولوجي دلوقتي اصبح ركن اساسي في علاج التهابات المناعيه بتاعه الجهاز الهضمي، وركن اساسي في علاج الروماتيزم. ادويه غاليه جدا،
تصل في الجرعات، بعض الجرعات تصل ل 40,000 جنيه الحقنه الواحده. اللي عايز اقوله بقى ليه بقول الرقم بقلب جامد؟ عشان انا مبسوط، لانه اصبح التامين الصحي المصري بيوفر هذه الادويه مجانا. يعني المريض اللي محتاج الحقنه اللي ب 40,000 كذا مره في الاسبوع في الاول، وبعد كده كذا مره في الشهر او كذا مره في السنه، ده بيروح للتامين الصحي بيصرفها مجانا. فلا يعني عشان كده مهم ان انا كجهاز هضمي ابقى بشوف المريض على بعضه، لان هو المريض اللي جاي ده انسان كامل، مش جهاز هضمي ماشي على رجلين. وكذلك دكتور المناعه او دكتور العظم يبص بره حتته شويه، نحاول نعمل الربط ده. لو قدرنا نعمل هذا الربط فده تشخيص يفيد العيان، لان العلاجات موجوده ومتوفره. طب دكتوره ساندرا، عرق النساء، ناس كتير جدا في الالم ده يقول لك انا عندي الم، وهو بيشخص نفسه ان هو عرق النساء. لو الالم امتى يبقى عرق النساء؟ ايه الاعراض يعني؟ هيك انا ده استكمال السؤال حضرتك، فعلا استكمال دكتور كلام دكتور حسام، ان احنا اي الم في الظهر لازم يروح لدكتور متخصص. ممكن يبقى طبعا يعني غالبا العيان هيجي لنا احنا يا مخ اعصاب يا عظام. لازم انا كدكتور لازم افحص العيان واخد منه التاريخ المرضي. ليه؟ لان ممكن يبقى المشكله فعلا مثلا فقرات، الناس كلها معتقده انها مشكله فقرات، يعني مشكله في المكان نفسه عامله الم، ولكن ممكن الالم بتاع الظهر ده يبقى تسميع من منطقه اخرى. يعني في برضو اتذكر بنت صغيره كانت مبعوته لي صراحه من حد من زملائي جراحه مخ واعصاب، يقول لي الالم ما بيروحش، الم في ظهرها ومسمع على رجليها. كلنا لما بنعمل رنين على الظهر غالبا بيبقى عندنا شويه تغيرات في العمود الفقري. البنت في الاخر طلع انها عندها كيس كبير جدا على المبيض، كبير جدا، وكان دايس على الاعصاب اللي هي مديه على الرجل. ففي انواع من الالم تشككني، وفي انواع بتبقى يعني لو الالم في الظهر ومسمع واخد بنسميه المسار بتاع العصب، مثلا الفقره الرابعه والخامسه ما بين الفقرات بيطلع الاعصاب. لو انا في الالم واخد شكل المسار بتاع العصب غالبا ده الجذر بتاع العصب حاجه دايسه عليه. انما في مثلا بنات صغيره، في سيدات تقول في الم كمان في بطني، او مسمع مثلا داخل الفخذ من جوه بيبقى في حاجات مثلا في الحالب، في التسميع من الكلى، في انواع. عشان كده لازم اسمع المريض كويس جدا وافحص المريض. والحاجه الثانيه، حتى لو انا اكتشفت انها الاثر بتاعها هي من الظهر، مش مجرد ان انا اكتب مسكن، لازم اطلع المريض على الترابيزه وابتدي افحصه. هل الضغط على العصب ده سايب اثر في وظيفه العصب؟ يعني مثلا مأثر ما بقاش حس بحته في رجليه، او بدات يحصل سقوط في القدم. ما هو ده برضو اللي يخلينا نلجا ان احنا نعمل عمليات. لو العيان في الم شديد والقدم سقط، ده لازم يطلع يعمل عمليه على طول، فلازم افحص المريض. فبلاش ان احنا وجع في الظهر على طول شويه مسكنات واحنا هبقى كويس. لا، لازم اسمع كويس جدا في فعلا اسهال ولا لا، في كان مشاكل في الرحم، في مشاكل في المبايض، في عنده بروستاتا، حاجات كتيره جدا لازم نسال عليها. خلونا مكملين مع حضراتكم، اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع الدكتوره تينا. ماشي، فاصل. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وإحنا ما زلنا بنتكلم في آلام المفاصل. وسهير تفضلي. وآلام المفاصل زي ما لها علاقة بالجهاز الهضمي، ودي من الحاجات اللي إحنا اكتشفناها، آلام المفاصل ليها علاقة بالجلد. حاجات كتيرة مرعبة كده لقيناها بتحصل أو مؤشرها الجلد، زي الصدفية، زي حاجات كتيرة جدا. إيه العلامات اللي تقولي إن أنا عندي مشكلة جلدية؟ هو لما بيبقى فيه طفح جلدي، ولو انا شخصت العيان صدفيه، لازم دايما اسال على وجع المفاصل، لانه كتير قوي يبقى الطفح الجلدي حاجه بسيطه قوي، وشخص صدفيه بسيطه يعني ممكن نعالجها بكريمات وخلاص كده. انما لو العيان بيشتكي من وجع في المفاصل، لا، هو كده اتنقل انه بقى عنده صدفيه سيستميك، او يعني واخده الجسم كله، حتى لو مش على الجلد بس. فلازم ياخد علاج، يا اما قراص، يا اما حقن، يا اما علاج بيولوجي زي ما دكتور حسام قال. يبقى هو مش بس مجرد كريمات والصدفيه راحت وخلاص، لا، العيان ده لازم ياخد علاج
جامد او يعني علاج اكتر كده اكتر من الكريمات. هي ايه الاعراض بتاعه عشان اعرف ان دي صدفيه مفصليه وبين ان هي التهاب مفاصل او يعني لو هي صدفيه مفصليه من غير اي اعراض على الجلد يبقى هعرفها بالاكس راي وده يبقى دكتور الروماتولوجي. انما لو ظاهر اي حاجه على الجلد دكتور الجلديه اللي بيشخصها ان دي صدفيه بتبقى زي بطشه حمراء كده وعليها قشر ابيض فاتح تيجي اكتر في الشتاء ومعاها بقى وجع في المفاصل فده اقول لك لا ده انت عندك صدفيه وواخده المفاصل كمان مش بس الجلد. فانا بشخص من الجلد. لو هي مش ظاهره على الجلد وده قليل يبقى دكتور الروماتيزم هو اللي بيشخصها بقى من التحاليل ومن الاشعاعات. انما غير الصدفيه في حاجات تانية برضو بيجي معاها وجع مفاصل. ايه بقى؟ يعني مثلا في الناس اللي عندهم مشاكل مناعيه زي الذئبه الحمراء او تصلب في الجلد هم بيجوا بطفح جلدي او باعراض جلديه وممكن يبقى معاهم وجع مفاصل. فبيبقى العيان عنده القصه كلها على بعضها الجلد جزء منها. فانا ما اقدرش اعالج الجلد بس واقول له لا انا همشيك على كريمات وكريمات هتحسن لك جلدك واسيب الباقي. هو لازم ياخد علاج يحسن الموضوع كله على بعضه. لازم نعمل تحاليل ولازم يبقى معايا دكتور روماتيزم او دكتور باطنه عشان يتابع الحاله. فما ينفعش اللي هو انا عندي طفح جلدي وخلاص. لو الدكتور ما سالش اقول له ان انا عندي وجع في المفاصل او عندي اعراض تانية لانه ساعات الطفح اللي طالع على الجلد ده بيبقى جزء من مرض واخد الجسم كله. واخد من جوه. واخد من جوه. طب دكتور اسامه انا هبتدي يعني اسئله متابعينا لان احمد فهمي بيقول لي والدته عندها 73 سنه وعندها 3 فقرات قطنيه ضغطها على عصب الرجلين ومسببها تنميل وتصلب وكهرباء والم شديد. ايه الحل؟ هو حضرتك طبعا ده انزلاق غضروفه متعدد. ففي السن ده الحل الافضل له علاج الالم. ان احنا 73 علاج الالم ده حضرتك بيبقى ممكن حقن الفقرات ببنج موضعي، بنحقن جذور الاعصاب بنج موضعي برضو، بنعمل حاجه اسمها تردد حراري. ده بيقلل الاحساس بالالم لكن ما بيخففش. بيقلل الاحساس بالالم وده مهم لان الغضروف ضاغط على العصب خلاص. قدامنا حل من الاثنين، يا اما بنضطر ان احنا نبقى اجريسيف قوي ان احنا بنشيل الغضروف وبنثبت الفقرات. في السن ده بيبقى شيء مش ظريف قوي والعيان بيبقى محتاج بعد كده اعاده تاهيل فتره طويله. فالعلاج الالم بيختصر لي شويه وناس كتيره بترفض العمليات يعني يعني محدش بيوافق قوي يعني. فعلاج الالم مستو ان انا بحقن جذور العصب فالالم يقل. بنعمل تردد حراري بنقدر نوسع بيه مجرى العصب نفسه علشان العصب يبقى مريح. فالالم بيقل كتير. اوكي. الكلام ده ممكن يتكرر يعني بنضطر نعمله مثلا كل سنه كل 9 شهور. يعني خلاص ده مش حاجه مش ثابته مش لازم كل 9 شهور. الالم يا دكتور حسام هل في حاجات تخلي اي المشاكل اللي في الجهاز الهضمي اللي بتاثر على المفاصل وعلى العظم تختفي يعني ما تجيش اصلا او لو جت تبقى اقل حده وينفع نعمل معاها هدنه كده وعلاقه تطبيع؟ هو احنا لازم الاول نشخص هل المشكله اللي في الجهاز الهضمي هي سبب المشكله اللي في العضلات عند هذا الشخص ولا لا. لو طلعوا الاثنين سببهم واحد العلاج واحد. هل المشكله دي ممكن تكون سبب يعني واحد كشف جهاز هضمي طلع عنده مشكله اللي بتعمل مشاكل في العظم فراح للعظم لا لسه ما حصلش مشاكل فسؤال حضرتك في حاجه اقدر اعملها عشان ما يمتدش؟ لا مفيش للاسف. هو المتابعه. انا عايز اقول حاجه معلش بره نطاق السؤال. احنا بنفتقد جدا جدا في مصر حاجتين، بنفتقد طبيب الاسره وبنفتقد حاجه اسمها مالتي ديسيبلينري تيم اللي احنا بنعمله دلوقتي الكونسولتو اللي لازم يكون يعني موجود حتى في الحالات البسيطه يعني على فترات من العمر اتدربنا بره. دي حاجه مهمه جدا. فالسيستم في انجلترا في فرنسا في بلجيكا في المانيا كله كان واحد تيم. الصبح الساعه 7 الصبح يبقى في تيم قاعد ده في جراح في باطني في دكتور الجلديه في دكتور العظام في دكتور وفي تغذيه وفي
طبعا ده التغذيه ده اساسي. وبنطلع بقرارات، في بقى النواب بيستعرضوا التحاليل والاشعاعات وبنتكلم مع المريض كلنا بنبص عليه، ده المريض بيطلع بتشخيص في منتهى الدقه. ومش بس كده كمان يا دكتور، اهم اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا، تضارب الادويه. ايوه طبعا في تنسيق في كل شيء، بيكتب دواء وده بيكتب دواء وده بيكتب دواء وكلهم ممكن يبقوا عكس بعض، تنسيق في العلاج وده مهم. اللي بيحصل هنا ان المريض بيتعب الحقيقه انه بيلف عند كذا دكتور، لان هو ممكن، وانا بعمل كده بس غصب عني، لانه اقول له انت محتاج تشوف حد روماتيزم او حد عظام ويكتب تقرير ويجي لي، وبعدين الاقي ان السكر مش مظبط، طب انت محتاج بقى تشوف حد سكر، فيلاقي نفسه بيروح عند 3-4 دكاتره، ودي حاجه مرهقه جدا للمريض، لا سيما مرهقه ماديا. طب يعمل ايه المريض؟ يعمل ايه؟ يروح فين؟ الحل بقى هنا وجود طبيب الاسره، ده اللي بيبقى عنده كل الملفات بتاعه المريض، وده اللي بيقدر يعالجه من حاجات البسيطه، بيبتدي معاه علاج للسكر، بيبتدي معاه علاج للجهاز الهضمي، بيبتدي معاه ويستعين بالاستشاري في الحالات المستعصيه، او بالاستشاري بيدي رايه يرجع لطبيب الاسره، فطبيب الاسره عنده الفايل بتاع هذا المريض. اوكي. بيوفر عليك حاجات كتيره جدا جدا جدا. بالظبط، وتضارب. فانا يعني من هنا بنادي انه شكل الممارسه الطبيه لازم يتغير شويه. ويمكن عايز اقول لحضرتك انا بتكلم اكتر كمان على البرايفت، لان في المستشفيات الحكوميه وزاره الصحه بداوا يعملوا هذا الكلام. كنت لسه هقول بداوا فعلا طبعاً. في اسره من الاخر مشكله في الخاص، العيان بيختار الدكتور اللي يروح له، يعني ايدي بتوجعني فيقرر يروح لعظم. كذا عيانين بيجوا لي بيبراماتولوجي بيبقوا عظام، وبلاقيه النهارده لسه جاي لي عيان عنده مشكله مفصل. يعني عشان ما نفتكرش ان احنا بنتكلم في تقصير من الوزارات، بالعكس لا هي ثقافه مش موجوده، ما لهاش علاقه بالوزارات، هي الثقافه تتعمل في المستشفيات الخاصه، ما لهاش علاقه يعني بالوزارات. لا ليها نظام حضرتك، يعني طبيب الاسره ده بره مسؤول عن مربع أسرة. كذا في الحي الفلاني دول تبع الدكتور فلان، كان موجود زمان، مربع زمان كذا موجود. دول تبع الدكتور فلان. صح. يعني نقدر نقسمها ونقدر ننظم العمليه ونقدر ننظم الممارسه الطبيه بشكل احسن من كده وافيد للمريض. طب دكتوره ساندرا، انت والدكتور اسامه على خلاف ما بين فكره الفايبروميالجيا. ليه؟ احنا كستات وناس كتير جدا بيعانوا بجد من وجع في عظمهم كل يوم الصبح وما بينزلوا، ومش قادرين يعرفوا ايه السبب، يعملوا التحاليل المواضيع عندهم عاديه. في دكاتره يقول لهم فايبروميالجيا، ويجي عند دكتور العظام يقول لا انت ما عندكش فايبروميالجيا. ممكن اعرف الاختلاف في الراي جاي منين؟ هقول لحضرتك حاجه، هي المشكله بس ان يمكن في الطبيب لو مش لاقي حاجه عضويه، يعني انا عملت رنين على الفقرات كلها كويسه، المفاصل كويسه، ما عنديش تحاليل تقول لي ان انا عندي روماتويد، فما عنديش حاجه تعمل الم، فبالتالي العيان ده ما عندوش الم. يمكن احنا عشان احنا بنشتغل مع المخ والمراكز بتاعه الالم، ما دام المريض اشتكى يبقى بنحترم الشكوى ايا كان، حتى لو المشكله نفسيه ما زال مريض، حتى لو الالم نفسي مريض. اي مريض يجي بيشتكي والشكوى دي مخليه حياته مش عارف يعيش، يبقى يستلزم المشوره الطبيه والعلاج خلاص. فما دام انا الالم، هو اكيد بيحس بالم، سواء ان الالم ده يعني ما فيش حاجه اسمها وهمي، هو مخه مدي اشارات الالم. اقنع ازاي؟ دي برضو من ضمن الحاجات اللي جايه لنا. صديقه لينا بتقول انا اتشخصت، الدكتور شخصتها فايبروميالجيا، زوجها رافض الاعتراف بفكره ان هي فايبروميالجيا. هو الفكره حضرتك طبعا زوجها دكتور مع احترام لا هو رافض ان في حاجه اسمها كده اصلا، فاهم قصدي يا دكتور؟ هو مفيش مرض اسمه كده، هو مفيش تيست يقول لي العيان، يعني انا بعمل روماتويد فاكتور للعيان فده عنده روماتويد، سيستميك لوبس اللي هو الذئبه الحمراء ليها تحليل اللي هو بنحلل ال ال سيل. فايبروميالجيا دايما باي اكسكلوجن، انا مفيش تحليل يقول لي ده اسمه فايبروميالجيا، مفيش حقيقه علميه تشاور لي عليه. حضرتك في امريكا كانت طلعت بيبر ان ده حاجه فيك، ده حاجه ما دام انا مش عارف اشخصه بتعامل على كلمه وهميه، يعني مع احترامي في كذا مرض كده منهم القولون العصبي عندنا، يعني انا ما عنديش تحليل او اشعه، انا اسف لو قطعت. لا لا نفس الكلام، يعني نفس اللاين. احنا القولون العصبي بيتشخص ازاي؟ لما كل حاجه تانية تطلع ما فيش،
زائد ان قعدوا كده مع بعض في اجتماع في روما سموه عملوا روم كرايتيريا يعني حاجه نمشي عليه انه لو عنده كذا او كذا او كذا يبقى قولون عصبي وكلها شكاوي شكاوى لكن هل في اشعه اطلبها يطلع في نتيجه التقرير بتاع الاشعه قولون عصبي؟ ما فيش ولا في تحليل ولا منظار ولا تحليل يقول لي في الاخر ده قولون عصبي فهو تشخيص باي اكسكلوجن وساعات بيساء استخدام هذا التشخيص لما ما نعرفش عندك ايه اقول لك قولون عصبي ويطلع عنده مشكله تانية كبيره او صغيره المهم انه بيطلع فعلا في حاجه لكن التسرع في التشخيص ده اللي مدي هذا التشخيص سمعه سيئه ايوه بالظبط لان ناس كتير عانت من كلمه القولون العصبي في الاخر طلعوا عندهم مثلا حساسيه للبن اللي هو لو خد رص لاكتوز مع اللبن هيبقى لو بطل اللبن وخلاه لاكتوز فري حياته هتختلف وهتتبدل تمام يعني هذا النوع من التشخيصات الوهمية ساعات موجود بس ما اقدرش اقول تشخيص وهمي يعني انا عارف ان هو موجود بس انا مش قادر اثبته حاجه المخ قبل ما انا هستاذنكم واطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع الدكتوره تينا ماشي فاصل ولسه مكملين مع حضراتكم واحنا كنا لسه بنخلص حوارنا في موضوع الفايبروميالجا والجزء بتاع العظام وعدم اعترافه بان في حاجه اسمها فايبروميالجا. هو حضرتك مش اعتراف يعني انك ان هو متعب حضرتك زي ما قالت الدكتوره سندرا احنا بنحترم جدا شكوى المريض. المريض بيتالم فلما بنعمل له كل الفحوص لازم يتعالج يعني هو كده كده هيتعالج تحت اي مسمى لكن هو ما فيش يعني بالنسبه لنا كعظام يعني ما فيش حاجه اسمها فايبروميالجيا كديزيز اقدر اعمل له تحليل لكن ده لازم يتعالج مريض بيشتكي بالم لازم يتعالج المخ لما بيبقى تحت توتر اكتئاب في ناس كتير قوي انا بقول لهم دايما اللاوعي مخزن عامل زي الحله البريستو كده مخزن بيبتدي كوارنينج ساين علشان يقول انا مش كويس ان هو يدي بسميها اعراض عضويه قبل ما يبتدي الامراض العضويه يعني انا المريض يبتدي يحس بالم قولون عصبي يحس انه صداع حاجات كتير بتبقى warning sign او تحذير انا مش كويس يبتدي بعديها مثلا يحصل ممكن تساقط شعر يعني الحاله النفسيه ممكن تؤدي لتساقط الشعر ممكن تؤدي لقرحه للمعده فده الانذار الخطوه الاولى ما قبل حدوث الامراض فلازم يحترم جدا يعني نعتبره ان المرحله الاولى قبل الإصابة المخ يرسل يعني إنذار أنا مش كويس أنا حبتدي إحنا التوتر في ناس بتخش في أورام أو في أمراض مناعية سكر من الحالة النفسية يعني هي استغاثة طيب بمناسبة الإكزيما والحاجات دي في حاجة اسمها تصلب الجلد يعني إيه تصلب الجلد وإيه أعراضه وبيعمل إيه في المفاصل تصلب الجلد ده بيبقى الجلد الكولاجين والإلاستين اللي فيه بدل ما هو بنتحرك كده عادي بتدي الجلد يجمد ويبقى العيانين دول مش قادرين مثلا يتنوا صوابعهم أو يتنوا رجليهم بس هو عادة ما بيجيش في الجلد بس ساعات بيجي في الجلد بس إنما عادة بيجي كمان معاه حاجات تانية يعني يبقى عندهم مثلا صعوبة في البلع وجع في المفاصل مشكلة في الأوعية الدموية يجوا في الشتاء يبقى عندهم وجع وورم وحمران في الصوابع مشاكل كتيرة قوي أساسها مناعة ضربة حتت كتيرة قوي في الجسم بس هي بتبان في الأول في الجلد أو كتير قوي من الحالات بتبان في الجلد في الأول هل في طرق إن أنا يعني أخلي جهاز المناعة ده حتى في درجة متوسطة بلاش في جيدة يعني ما يوصلش للضعف يعني نقلل الستريس وناخد مضادات أكسدة وفيتامين دي وناكل كويس وننام كويس وإن شاء الله خير المستحيلات العشر سؤال دكتور في أوقات كثيرة هل الأكزيما العصبية بتيجي معاها وجع في المفاصل وفي العضلات بتاعت الجسم؟ مش بالذات انما الاكزيما العصبيه بتبقى حد اندر ستريس عنده ستريس فوارد ان هو يكون عنده وجع في المفاصل زي الفايبروميالجيا كورتيزول عالي بقى فبتدي هل الوجع في العضلات تجيب اكزيما يا بصي انا العكس لا. في السؤال الاكزيما مرض اساس واستعداد وراثي لانه الحاجز بتاع البشره مش طبيعي بيفقد ميه بسهوله فبيجي في الاوقات اللي هي مثلا زي الشتاء او مع العرق الكتير
يفقد مية أكتر فيبتدي يتحسس بسهولة، فيبقى العيان عمال يهرش وعنده طفح جلدي في كل حتة. إنما هو أساساً وراثي ولينكت أكتر للناس اللي عندهم حساسية على الصدر، عندهم حساسية على الأنف. يعني دايماً الشخص اللي عنده إكزيما في الجلد هتلاقي هو أو حد من عيلته عندهم حساسية على الصدر أو حساسية في الأنف، لأنه هو في الآخر استعداد وراثي ملوش علاقة بالذات بالمفاصل. طيب احنا معنا مجموعة اتصالات، ومعنا أول اتصال من اسكندرية. سهير معاكي سحر من اسكندرية. يا سحر. ألو، الخط قطع غالبا، معلش. طيب دكتورة سندرا، العصب السابع، نفسي هسألها على سبع، فاكرة لما انت قلتي كنت هسألي على العصب الخامس؟ العصب الخامس والعصب السابع، هل ده ليه علاقة بالالتهاب المفاصل ولا التوتر؟ التهاب العضلات ايه؟ لا، هو العصب الخامس اولا العصب السابع والخامس هما ليهم ارقام، لما هما كل الاعصاب اللي هي بتدي منطقة الوجه هما بيبقوا بيخرجوا من ثقب معين في من الجمجمة، والخروج ده ممكن بيعدي في ستراكشر او في اماكن معينة ممكن يحصل لها التهاب، ممكن التهاب فيروسي يعمله زي العصب السابع، ممكن يحصل له التهاب وهو خارج من الجمجمة. العصب الخامس حاجة مختلفة شوية. أي حد عنده عصب خامس غالبا بيبقى عنده ألم في شكل كهرباء في منطقة الوجه. العصب الخامس هو المسؤول عن الإحساس في الوجه، فلو حصل مشكلة فيه بيعمل التهاب أو ألم في منطقة الوجه. هو ليه ثلاث فروع، فرع بيدي منطقة العين أو منطقة الخد، والمنطقة اللي هي المانديبولر، منطقة اللي هي اللي تحت، غالبا بيجي في منطقة اللي هو الفك، العصب الخامس اللي هو التيبيكال أو الأصلي. غالبا بيبقى في جوه المخ، هو الشرايين والأعصاب ماشيين جنب بعض، ساعات الشريان بيبقى بسميها كده مدي كتف للعصب، يعني الشريان بيحصل فيه التواء، يبقى طول ما هو بينبض عمال. ليه بيدي كتف بقى؟ ايه الاسباب؟ هو مع الوقت ساعات الشرايين بتبقى تورتيوس او تبتدي توسع، يعني توسع مش توسع، يعني تورتيوس يعني تبقى تتعرج تتعرج بالظبط. فالمسار بدل ما هو يبقى مستقيم يبتدي يعرج ويبتدي ممكن ياثر على العصب. ليها عمليات على فكره، ليها عمليات جراحه المخ والاعصاب، ساعات بيدوا بيفصلوا قوات انا بسميها، يعني بيحطوا حاجه ما بين العصب والشريان. ولكن برضو العصب الخامس مش لازم ناخده برضو بطريقه يعني لايت، او ان احنا نستسهل التشخيص اللي هو البسيط. ساعات بيبقى في بعض الشر يعني، بس اورام في منطقه اللي هي في الجذع المخ، ساعات بيبقى فيه التهابات مناعيه في جذع المخ، بيبقى فيه حاجات، اي حاجه دايسه على العصب الخامس ممكن تدي احساس العصب اللي هو الكهرباء بتاعه الوجه. العلاج بتاعه طبعا ما بنستخدمش الادويه اللي بنستخدمها في التهاب المفاصل لان الناس طب انا هاخد باراسيتامول، هاخد اسبرين، لا ده مش هيشتغل، لان ده الم عصب، هو العصب هو اللي بيدي الاشارات، فبالتالي في ادويه خاصه بيها بتقلل الخاصه بالم العصب. هل هي ليها علاقة بالمفاصل ولا لا؟ لو هي مشكلة في المناعة ممكن يبقى ليها حاجة يعني واخدة الاثنين، بس غالبا صعب الاثنين يبقى ليهم علاقة ببعض. طب سحر رجعت لنا مرة تانية ومعاك يا سويت، اتفضل. سحر. الو. الو يا سحر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا استاذة سهير؟ ازي حضرتك، اتفضل. انا مبسوطة قوي والله ان انا تواصلت مع حضرتك. ربنا يخليكي. عايزة الدكتور العظام لو سمحت. الدكتور اسامة مع حضرتك. الدكتور اسامة موجود معاكي. دكتور لو سمحت، انا اتزحلقت وانا نازله من على السلم، فوش الرجل بتاعي التانى ورايا. وش رجلك التانى؟ الانكل من تحت الكاحل. تمام. التانى معايا، فانا دلوقتي بقالي 5 ايام على السرير، كنت تعبانه قوي يعني لدرجه الحمامه ما بقدرش اخش. طيب فانا قاعده على السرير بقالي 5 ايام. طيب بتحرك بالكرسي متحرك. ما عملتيش اشاعه؟ ما هو لازم اشاعه عشان ألو؟ نعرف. لازم اشعه يا سحر، الدكتور بيقول لك لازم اشعه عشان نعرف في ايه. ما قالوا لي الاربطه وكده عايزه لها وقت بس راحه. لا مش راحه، ما هو ممكن يكون في لا قدر الله شرخ. لا انا دلوقتي اربطه في، يعني انا دلوقتي في بدايه تحريك كويس، بس بقى قفلت معايا حمار من عند الرجل من تحت عند الكاحل. ولازم اشعه صح يا دكتور؟ لازم اشعه في كل الاحوال. التشخيص بيبقى صعب قوي في الاصابات، يعني لازم اشعه الاول. ولازم يتعمل لها كمادات ثلج. ما انا الناس بعمل كمادات دافيه وبدهن. لا. دهين. كمادات ثلج او ميه ساقعه. ايوه. وندهن مضادات الالتهاب. أيوه. اشهرهم الريباريل. أيوه. او الفولترين.
ونلبس انكل نقلعه قبل ما ننام، ده مهم بس جدا. بس لما بربطه برباط الضغط، لا رباط ضغط، لا رباط ضغط هيورم الرجل ان له رابطه بطريقه معينه. ايوه الانكل اسهل. أيوة. الانكل بيتلبس وتقلع قبل النوم. ايوه بس هي فكت معايا كتير عن الاول يا دكتور، بس هو الحته الحمار دلوقتي اللي ماسكه في كعب الرجل. ما هو الحمار ده ممكن يبقى نزيف تحت الجلد من تمزق الرباط، وممكن يبقى شرخ صغير بينزف تحت الجلد برضو، انه ممكن يكتر يعني. ممكن الزرقان ده يزيد او الحمار ده يزيد. عشان كده بنقول اشاعه وكمادات. كمادات يعني التلج بتفرق. يعني اكتر شويه دكتور اشوف التحسين في ايه ولا لا؟ يا سحر اعملي اشعه على طول طالما قادره تتحركي. وسلامتك الف سلامه وان شاء الله تطمني. شكرا دكتور حسام. القولون التقرحي ده يعني ممكن نخف منه؟ القولون التقرحي وابن عمه كرونز ديزيز الاثنين على بعض اسمهم الامراض الالتهاب المناعي، دي امراض مزمنه. قولا واحدا عشان طب التعايش معاه بسلام ازاي؟ التعايش معاه بالادويه. بالادويه يعني موضوع تاكل ايه وما تاكلش ايه ده شيء ثانوي فعلا، لكن هو في الاساس علاجات عقارات ادويه لازم بيمشي عليها على طول. نعتبره مثلا زي اللي عنده ضغط وماشي على دواء ضغط، او اللي عنده سكر وماشي على دواء سكر. فهو طول ما هو ماشي على الدواء في الغالب مش هيحصل له اي نشاط للمرض. المرض ده ممكن يختفي خالص، فالمريض يعني ينخدع فيبطل الدواء، فجاه ينشط تاني المرض من اول وجديد، التهاب في القولون، اسهال، دم مع البراز، فما ينفعش يبطل الدواء. فده من الحاجات اللي بنأكد عليها لمريض كرونز او مريض الالسيرتيف اللي هو التهاب القولوني التقرحي، بالذات بقى لو معاه مشاكل في العظم والمفاصل. ده كده مش بس ما ينفعش يبطل الدواء، ده هياخد دواء من الادويه الكبيره، مش هينفع ينزل لمستوى الراس البسيطه اللي بتتاخد. ده هياخد الادويه البيولوجيه وهياخدها لفترات طويله جدا مع المتابعه. دي برضو اهم كلمه. طيب معانا التليفون تاني، معانا سميره على التليفون. اتفضلي سميره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي لو سمحت، عايزه اكلم الدكتور. اني واحد فيهم؟ اسوان بكلمك. انت عندك مشكله ايه؟ عندي مشكله، عندي سكر وضغط، وبعدين السكر جاب اعراض معايا حزام البطن، فانا كشفت كتير على اساس قولون عصبي، قال لا ده عندك التهاب في العصب من السكر الحزام ده. حزام ناري قالوا لك؟ حزام في البطن. بس هو ايه حزام البطن؟ قالوا لك حزام ناري؟ لا سمعتي هذا اللفظ؟ لا، قال لي التهاب في العصب من السكر. طب في تقرحات على البطن او في اعلى البطن؟ ايوه جلدي. وعندي قولون عصبي كمان. تمام، لكن ما فيش طفح جلدي؟ لا لا ما فيش طفح جلدي. طب وشكوى حضرتك ايه؟ تحت يعني المعدة على طول. تشخيص ان عندي قولون عصبي، لكن الشكوى ايه؟ اكتر حاجه تعباكي ايه؟ بس لا دلوقتي انا بشكي من السكر، كل الاكل تعبني، ايا كان باكل اي حاجه بتنزل على المفاصل. بعدين دلوقتي بقت بدت معايا اعراض نقرس واليوريك اسيد عالي. فايا كان اكل باكله بينزل على المفاصل، انا فظيع فظيع. هو واضح ان في اكتر من مشكله مع حضرتك، لكن انا شايف انه مفتاح الحل في عندي لو سمحت، عندي غضروف في الرقبه. عندي كيف انا؟ غضروف في الرقبه، غضروف في الظهر يعني، وعندي الرابعه والخامسه في الظهر برضه. لا سلامتك الف سلامه. يعني واضح ان في كذا مشكله. أيوة. وانا شايف ان مفتاح الحل هو السكر. انا عملت تحاليل والله كتير. لا غير التحاليل، التحاليل نظبط السكر. إن عندي نقص في الكالسيوم والعضلات، لان انا ست كبيره يعني 70 سنه عندي. اسمعي يا سميره. ربنا يديك الصحه. اسمعي الدكتور بيقول لك ايه. يعني زي ما بقول لحضرتك، انا شايف ان في اكتر من مشكله، والحل والبدايه هي من السكر. لو قدرنا نظبط السكر هتقدري تشوفي بعد كده ايه اللي فاضل من مشاكل نبتدي نتعامل معاه. لكن انا اتصور الحقيقه ان لو ظبطتي السكر كتير من مشاكلك هتروح، بالذات مشاكل الجهاز الهضمي، لان السكر بيأثر على المعده وبيبطئ حركه المعده وبيأثر على القولون وبيبطئ حركه القولون، وبالتالي الجهاز الهضمي ما بيعرفش يتعامل مع الاكل، او الهضم كله بيتلخبط بسبب السكر. السكر بيرمي دهون على الكبد، بيعمل تدهن كبدي بكل مشاكله. لو انزيمات الكبد كمان عليت هتلاقي نفسك عندك خمول ووخم على طول. فالبدايه من السكر، اظبطي السكر وبعدين نتكلم. طب تظبط السكر بادويه وبطريقه اكل؟ طبعا الاثنين. طب لو احنا حاولنا نساعدها، هي بتقول عندها نقرس، معنى كده ان هي ممكن بتكون بتاكل لحوم كتير، هل
تقلل ايه وتمنع ايه وتزود ايه يا دكتور؟ النقرس، اللحوم الحمراء والبقوليات، يعني اللي هي اصلا بتاكلهم كتير لازم تقفلهم، لازم نقللهم جدا يعني. بس طبعا مع الادويه، مع يعني طبعا الادويه مهمه جدا في النقرس. الموضوع مش بس اكل، الاكل بيبقى عامل مساعد، لكن في الاساس دي جينات خلت انه في الانزيمات الفلانيه قليله ما بتفرزش كويس فعملت لنا مشاكل، فلازم اعالج ده بالدواء. أيوة. طب دكتوره دينا، كنت حضرتك عايزه تقولي حاجه؟ عايزه اقول حاجه بالنسبه للناس اللي عندهم صدفيه. طبعا الصدفيه دي حاجه مزمنه وعاده بتبقى في الجلد، وممكن يبقى مريض الصدفيه عنده وجع في المفاصل فيقوم واخد مسكن. ما احنا عندنا الصيدليات دلوقتي اي حاجه بقى. في المسكنات اللي هي نون ستيرويدلز، مش عارفه ممكن اقول اسامي ولا لا، بس اللي هي زي البروفين والكتافلام والحاجات دي، دي ممكن تزود الصدفيه. اه يعني المسكنات اللي بناخدها تسكن الالم هتزود الصدفيه. بالظبط، يعني هو ممكن المريض ما يبقاش عارف ان الوجع اللي عنده في المفاصل ده تبع الصدفيه، وانه لازم ياخد له علاج مزمن بقى، علاج زي ما مرضى السكر بياخدوا علاج مزمن، ومرضى الضغط بياخدوا علاج مزمن. مرضى الصدفيه اللي عندهم مشكله في المفاصل او صدفيه في المفاصل لازم ياخدوا راس او حقن او علاجات على طول علشان يخلوا الموضوع تحت السيطره. فمجرد انه يبقى عنده صدفيه وعنده وجع في المفاصل فيقوم واخد مسكن ورا مسكن، وهو مش متخيل انه الصدفيه بتاعته بتزيد بسبب المسكنات اللي هو بياخدها. يبقى المسكنات ما ينفعش ناخدها من نفسنا، ولا حد يوصف لنا، ولا صيدلي، لازم دكتور ويعرف احنا عندنا ايه. يعني عارف كل شكوانا، مش انا رايح له بشكوى واحده ومش بقول له التاريخ المرضي اللي عندي. انا عايز بس اكد على حاجه برضه، حكي موضوع المسكنات كويس دينا فتحت الموضوع. سوء استخدام المسكنات بيأثر على حاجات كتير قوي، اهمها الكلى، وياما شفنا حالات فشل كلوي حاد امي بسبب دواء مسكن. امي والدتي من الجيل بتاع خدي اي حاجه مسكنات بالظبط فشل كلوي. وطبعا تاني اهم حاجه القرح بتاعه المعده، ومن اول قرص. احنا عشان شغلنا في مناظير الجهاز الهضمي فبنتعامل مع النزيف. لا يعني قرحه المعده، لو انت عندك قرحه معده ما تاخدش مسكنات، ولا المسكنات بتجيب قرحه معده؟ الاثنين حضرتك. الاثنين طبعا. قرحه المعده الاشهر الاسباب هو البكتيريا الحلزونيه اللي بيسموها جرثومه المعده. لكن بعيدا عن هذا، ممكن الادويه اللي ذكرتها الدكتوره دينا بتاثر سلبا، تعمل التهاب او تعمل قرحه، ومش بس قرحه، ممكن تعمل قرحه نازفه. ياما شفنا حالات نزيف جهاز هضمي، نروح عشان نعمل منظار الاقي قرحه، والسبب ان الشخص ده كان مثلا وقع على رجله وقاعد بياخد مسكنات بدون ضوابط، فجرعات مش مظبوطه. المسكنات اللي بتتفتح الباتشز دي اللي بيشربوها في نص ميه دي، دي في منتشره بطريقه الناس بياخدوها لانها حاطينها في جيبهم. بالظبط. لا، وفي اللي بيدوب في البق كمان بقى اسهل واسهل، يعني مش محتاج يدور على ميه. لا، المسكنات لازم يكون ليها ضوابط مهمه جدا هي، والوحيد القادر على ضبط هو الموضوع ده الطبيب اكتر من الصيدلي او اكتر من صاحبك فلان الفلاني. طبعا دكتوره ساندرا، التهاب الفك ما قالت لا غير العصب الخامس والعصب السابع دي قصه، لكن التهاب الفك ده قصه تانية. افرقه منين يا سوي؟ افرقه ازاي؟ لا، العصب الخامس ليه شكله. لا، ما الدكتوره ساندرا قالت ان الـ 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 العادي الكلاسيك بيجي هنا، بيجي في منطقه الفك. احنا العصب الخامس يعني ممكن يعني يلخبط مع تشخيصين تانيين. اولا مشاكل السنان، يعني ممكن يبقى العيان عنده خراج مزمن وعامل له ألم ونسيه او مش معالجوش كويس، او سنه مكسوره وجذرها لسه موجود، وتعمل ما هو العصب الخامس بيدي منطقه الفك والاسنان، فممكن يبقى فيه مشكله في الاسنان. او ان العيان اساسا ما عندوش مشكله في السنان، يبقى عصب خامس والاقيه يا عيني جاي خالع كل اسنانه. خلعت اسنانك ليه؟ اصل انا عندي الم، فكان كل ما يبقى عندي الم يخلعوا لي اسنانه، اسنان سليمه، بس العصب الخامس كتير قوي بلاقي ناس او ستريس ينام وهو ضاغط على او التا... فعلا موضوع الجز على السنان اثناء النوم بيعمل يعني بيحرق او بيعمل مشاكل في في مفصل مهم جدا هو التمبرومانديبولر، اللي هو مفصل بتاع الفك. فكتر الجز على السنان سواء اثناء النهار او اثناء النوم بالذات بيعمل طبعا الام شديده، دول بيحتاجوا كمان ساعات يتحقنوا الماده اللي هو البوتيولين توكسين. بالظبط. الحاجه الثانيه، في بعض الامراض المناعيه بتعمل مشاكل في الفك نفسه، ده يعني مفصل زي كل المفاصل بتاعه الركبه بتاعه، يعني ده مفصل اللي هو بتاع الفك، وعلى فكره عضلات الفك اقوى عضلات في الجسم،
فهي لما بتشد جامد برضو بتعمل ألم شديد جدا في المنطقة دي. مين اللي بيعالجها غالبا؟ دكاترة الأسنان بيعالجوا، هم المختصين في مكزيلو فيشل بمنطقة الفك، بوديهم الأسنان طبعا، يعني الكليات أو الجامعات ليهم في أقسام خاصة بالمكزيلو فيشل، دول طبعا ببعت لهم أو هم بيبعتولي، يعني دايما بيبقى في وصلة ما بيني وما بين. أنا عندي سؤال دكتور أسامة، في نوعين من الوجع الناس بتتعامل برضو مع الدواء على إن هو سهل، أنا كده ده يوريك أسد فانا هشرب اللي هو الفوار بتاع الفوار بيطلع فكره ان مشت رجلي، في ناس ستات كتير يقول لك انا ما بقدرش احط مشت رجلي، مش كعب، مشت رجلي على الارض ووجع، وفي ستات بيشتكوا من مفصل الفخذ، مفصل المفصل نفسه تقول لك طول ما انا قاعد بينقح عليا ولما بقوم واتحرك عادي بس في نقح، ده معناه ايه؟ وحضرتك المفصل الحوض مفصل، في مفصل خلفي للحوض وفي مفصل الحوض نفسه، المفصل الخلفي للحوض اللي هو التقاء الفقرات مع الحوض نفسه، ده بيبقى مؤلم جدا، اللي هو بيبدا بيقولوا عليه بعد كده عرق النسا، لان هو بيدي لان هو قدامه العصب الرئيسي اللي هو السياتيك او يعني اي وجع في المنطقه دي طبعا ده له علاقه بالعصب، نروح للدكتور لانه العصب الرئيسي او العصب الوركي بتاع الفخذ دي بدايات العصب بيبتدي الاول في كده. اوكي، اما بالنسبه لي المشط الرجل، المشط الرجل ده حضرتك ممكن يبقى اليوريك اسيد عالي، وممكن يبقى التهاب في الانسجه الرخوه نفسها بتاعه القدم نفسه. ده بيبان بالتحليل، سرعة الترسيب عالية بنعرف ان ده ايه، اليوريك اسيد اليوريك اسيد كام. لان اليوريك اسيد المعلومة ان هو بيجي في الكعب، دي معلومة قديمة قوي. او الصباع الكبير. لا، ممكن يجي في اي مفصل صغير، مفاصل الايد ومفاصل الرجل. ايه السبب اللي بيخلي اليوريك اسيد عالي عند كتير من الستات؟ حضرتك هو اليوريك اسيد مرض له علاقة بالاكل، هضم البروتين هو اليوريك اسيد او الحمض البوليك. بروتين سواء نباتي او حيواني، في ناس متخيله ان اللحمه بس، لا، هي كل البروتينات، حتى الفراخ وحتى السمك، فراخ والسمك والمأكولات البحريه برضو. يعني مهم ولا مش مهم؟ الكميه، لا، الكميه كتيره، الاوفر، يعني الكميه ما تبقاش كبيره. حضرتك مش لازم كميات كبيره قوي من البروتين، لان ده بيؤدي اليوريك اسيد برضو. البروتين مطلوب بس حضرتك احنا بنصرف فيه، وبناكل يعني لحمه كتير، ما المفروض اللحمه دي كل 10 ايام، كل اسبوعين، السمك، البيض، الفراخ، الحمام. طب ازاي بيتقال ان احنا لازم ناكل بيضه كل يوم؟ ما هو حضرتك بيضه كل يوم ده مش كتير. لا، في ناس بتاكل 10 بيضات، بتاكل وفي نفس الوقت بياكل بيض الصبح بيضتين ثلاثة وبياكل بروتين والبروتين إسراف، يعني في ناس بتتعشى بروتين. طب والفول الكتير برضو نقول إن الفول ما هو ده البروتين النباتي، سواء نباتي أو حيواني. احنا عندنا مشكلة، احنا عايزين نقلل الكمية، الكميات حضرتك ما نمنعش، ما في خلاص فكرة إن أنا أمنع أكل دي مش موجودة، لكن أقلل الأقل البروتين. لما بتفتح الفول والعيش والطعميه والمخلل والبيض وفول بالبيض وتسمح كل ده حضرتك خلاص بيؤدي في الاخر الى ارتفاع نسبه الحمض البوليك. ما عشان كده يجوا يشتكوا من الكعب ومن الرجل. الحمض البوليك ده حضرتك لو تحت الميكروسكوب ده عباره عن كريستالات ابريه، زي ما يكون كانوا حتى بيعلمونا زمان ان علبه دبابيس تحت الميكروسكوب شكلها الدبابيس، فدي كريستالات إبرية بتترسب في المفاصل، أي المفاصل، الركبة ممكن، الكعب ممكن، الصوابع ممكن، بتأذي الطبقة الناعمة، ولما تترسب في الكعب على الوتر بتعمل الشوكة العظمية. يبقى هنا متعة الصحة أهم من متعة الأكل.
ايه بقى الشوكه العظميه دي بقى؟ لان الناس كتير بتشتكي منها. الشوكه العظميه دي حضرتك ترسبات كلسيه واباريه اهمها طبعا الحمض البوليك على الوتر اللي ماسك في عظمه الكعب. عشان كده ملهاش جراحه، يعني انا ما اقدرش اشيل الشوكه لان دي ترسبات. اعتقد انسب حاجه ليها الحقن الموضع. طب دكتور حسام، في صديقه لينا بتقول يا دكتور هل الانتفاخ البطن بيؤدي لوجع في الظهر؟ ممكن طبعا القولون لما بينتفخ يوجع في كل محيط البطن بما فيها الظهر. يعني يعني ممكن تروح لايه؟ يعني الحل هنا تعمل ايه؟ لا، بدايه الحل من عند جهاز هضمي، يعني لازم اتاكد ان المشكله في القولون ما خرجتش بره. وعلى فكره دلوقتي الانتفاخ بالذات بقى بنعالجه احسن من زمان، لان اكتشفنا حاجات سهلت الامور. يعني فكره الميكروبيوتا والديسبيوزز اللي هو البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، وان احنا عندنا النوعين الاثنين، البكتيريا النافعه دايما ليها الابر هاند، دايما هي اللي اكتر وبتاكل وتتغذى على البكتيريا الضاره، فبتخليش البكتيريا الضاره تعلى. لما بيحصل اي مشكله لسبب او لاخر البكتيريا الضاره هي اللي بتعلى. البكتيريا الضاره دي بكتيريا بتتنفس اسمها ايروبيك بكتيريا، فبتطلع غازات. فعرفنا انه الناس اللي عندها انتفاخات يعني بصوره مرضيه دول بياخدوا انتبيوتيك وانتبيوتيك طلع بقى انتبيوتيك مخصوص للقولون. ده الانتيبيوتيك للانتيبيوتيك للمعده طلع انتيبيوتيك مخصوص للقولون. بس مش كل الناس لا يمتص الجسم ما بيمتصش خالص. ايوه بس مش كل الناس بتتحمله. يعني في ناس جربتي برضو طبعا في ناس يقول لك انه انا ده تقيل عليا قوي. انا الحمد لله ما كانش تقيل، بس انا قصدي ان في ناس كتير. انا الحقيقه تجربتي لا الحقيقه كانت تجربتي كويسه معاه. كل العينين اللي خدوا هذا النوع من الانتيبيوتيك استجابوا كويس جدا. وبنعمل ايه بقى بعد الانتيبيوتيك ده ما يخلص؟ لهم مديين جرعات من البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعه. نرجع تاني البالانس اللي المفروض. طيب احنا عايزين في جمل الاخيره، ودكتور اسامه حضرتك قلت الحل في اليوريك اسيد بالنسبه للشوكه العظميه الحقن الموضوع لا الأكل. امنعه اقلل البروتين اشرب ميه كتير قوي واقلل المخللات الحوادي عموما وشرب الميه كتير مهم جدا 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 لان الكريستالات بتدوب في الميه فبتخرج بتطردها مع الحمام. يعني عادي دكتور حسام كان عندي رساله للمريض وعندي رساله لزميلي الاصغر مني النايب. رساله للمريض لما تروح لدكتور قول له كل الشكاوي صح، بلاش تعتقد ان الشكوى دي مش تبعه فانا مش هقوله. قول له كل حاجه. الرساله لزميلي الاصغر النايب انه عود نفسك لما تتكلم مع المريض انت بتتكلم مع انسان كامل على بعض. اسال على other systems. يعني حتى بنعلمها لهم كده في الكليه لما تيجي تاخد تاريخ مرضي في نقطه اسمها other systems، الاجهزه الاخرى غير الجهاز اللي انت بتتكلم عليه انه بايظ جهاز هضمي. فاوصل معاه لمرحله انك تسمع منه اي شكوى يحب يقولها. دول الرسالتين اللي احب اوصلهم. لان كله ممكن دكتور اسامه. انا بالنسبه لي الاهتمام بالصحه النفسيه هو كل الكلام المهم اتقال، بس الاهتمام بالصحه النفسيه مهم جدا. المصريين ما زالوا بيعتبروا انه الذهاب للدكتور النفسي وصمه او مشكله. ما فيش المرض النفسي تبع منظمه الصحه العالميه. الانسان الهيلثي او اللي صحته كويسه بيعتبروا المنتل وفيزيكال الصحه النفسيه والصحه البدنيه. فاحنا مش عايزين نوصل الصحه النفسيه تسرق من الصحه البدنيه، بس دي الحاجه اللي احنا لازم نهتم بيها. دكتوره دين، انا بمناسبه ان احنا بنتكلم على الوجع، الجلد ساعات تلاقي وجع في حته وبعدين يطلع عليه مثلا حبيتين ثلاثه ويبقى وجع جامد قوي. فلو طلع مثلا في الكتف او في الرجل او في حته تلاقي المريض رايح لدكتور عظمه، او لو على البطن راح دكتور جهاز هضمي، ويطلع في الاخر حزام ناري. وحزام الناري مهم قوي قوي انه يتعالج بدري. يعني في اول يومين ثلاثه بالكثير. لا احنا عايزين نعمل حلقه خاصه للحزام الناري لانه مشاكله كتير ووجعه والمه. يعني ربنا ينجينا جميعا. فالم وطفح جلدي نروح لدكتور جلديه الاول. اوكي انا بشكركم ميرسي جدا جدا على الكونسلت الرائع، استفدنا منكم بطريقه غير طبيعيه على مدار اسبوعين. ميرسي لوقتكم وربنا يزيدكم علم كده، وبشكركم ميرسي جدا. سهير شكرا، دكتوره دينا، دكتوره ساندرا، دكتور حسام، دكتور اسامه، وشكرا لكل المشاهدين ودمتم بخير ونشوفكم على خير. وبكره يوم جديد والستات عنهم.
تحياتي لحضراتكم ونشوفكم حلقة جديدة والستات.